الإنجازات ومحطم الأرقام القياسية، إنه الجوهرة السمراء بيلي. ولد عام 1940 في تريس كاراكوز في البرازيل، وبدأ حياته بجمع الأموال من خلال عمله مع نادي باورو أثليتيك، حيث كان ينظف أحذيتهم أثناء المباريات. وكان قد تعلم لعبة كرة القدم من والده الذي كان يلعب في نادي أتلتيكو مينيرو. وقد كون بيلي فريقه الأول بمساعدة بعض أصدقائه، وقاموا بالمشاركة في العديد من البطولات المحلية. وفي عام 1954 انتقل هو وبعض لاعبي الفريق إلى نادي موكينهو للناشئين، والذي كان يدربه اللاعب السابق فلاديمير ديبريتو، الذي اقتاد بيلي فيما بعد إلى نادي سانتوس البرازيلي عام 1955، ليبدأ من هناك مسيرته الاحترافية. وقبل أن يبلغ 17 من عمره، لعب بيلي مباراته الدولية الأولى مع منتخب البرازيل في عام 1956. وفي سبعينيات القرن الماضي كانت زيارته لمصر، وقاد حينها فريقه سانتوس في مباراته أمام فريق الأهلي للفوز بخمسة أهداف نظيفة، سجل منهم الساحر الأسمر هدفين. وفي رحلته مع كرة القدم التي امتدت لمدة 22 عاما، خاض بيلي خلالها 91 مباراة دولية، سجل فيها 97 هدفا، وكان أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ منتخب البرازيل، حيث بلغ مجموع أهدافه 1281 هدفا في 1363 مباراة، وهو ما توجه بلقب أفضل هداف برازيلي على مر العصور. فيما يعتبر بيلي لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، وقد لعب بيلي مباراته الدولية الأخيرة في يوليو عام 1971 أمام منتخب يوغوسلافيا لكرة القدم في ريو دي جانيرو، ليعلن اعتزاله نهائيا في عام 1977، ليختير بعدها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كأفضل رياضي في القرن الماضي. سيظل بيلي برغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على اعتزاله مالك عقول وقلوب أجيال من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم. الساحر بيلي مش بس رمز لكرة القدم، هو رمز للالتزام، رمز لاحترام العمل. رجل الحقيقة لعب كرة في الملاعب 22 سنة، لكن سمعته وحب الناس ليه وجماهيريته وكل اللي قدمه تعدى 22 سنة لأجيال طويلة. وأي طفل صغير بيحب كرة قدم في أي حارة فيك يا مصر، في أي مكان في البرازيل، في أي مكان في المكسيك، في أي مكان في أفريقيا، أي حد بيحب كرة القدم لازم بيحب بيليه. ومن لا يعرف ساحر كرة القدم بيليه وأسطورته. مستر بيليه، يعني بحييك، برحب بيك في مصر. أنا كمصرية سعيدة جدا أن أنت موجود معنا هنا. أشكرك. أنا سعيد جدا أن أنا أكون موجود هنا مرة تانية، لأن أعتقد أن من أول مرة جيت هنا الناس فتحوا لي قلوبهم، وحاليا أنا عدت مرة أخرى علشان كوبا كولا مع الشباب والأطفال، ودي بالنسبة لي ده الجيل الثالث، وأصدقائي كلهم بحمد ربنا طبعا أني موجود هنا. We're so happy to have you here. بس لازم أرحب أيضا بضيفي الأستاذ أحمد نظمي، مدير التسويق بشركة كوكا كولا. أستاذ أحمد، ليه بيلي هنا؟ حضرتك جاوبتي على السؤال قبل ما تسأليني. بيلي هنا عشان إحنا زي ما بيقولوها بالإنجليزي We wanna inspire these kids. يعني ايه inspire these kids؟ يعني نلهمهم، نعرفهم ان اسطورة الكورة في العالم بدأ كون فرقة من 8 لعيبة من شارع صغير جدا من حارة صغيرة جدا زي ما حضرتك اتكلمتي في البرازيل، وبدأوا لعبوا في المسابقات المحلية، وبدأ يتعرف بيلي ووصل للي هو وصل له دلوقتي حالا. فما فيش احسن من بيلي
كأسطورة للكرة للكرة العالمية إن إحنا نلهم الولاد الصغيرين دول بيه. مستر بيليه، وانت بتشوف كرة القدم الآن، ايه المختلف؟ ايه المختلف بين بيليه او جيل بيليه وبين الجيل الموجود دلوقتي؟ ميسي ورونالدو، كل دول مين مختلف؟ ايه المختلف؟ عندي الفرصة اني اشوف لاعب كتير، يعني كان عندي الفرصة مش بس رونالدو، لاعبين كتير زي اللاعب القدام بوشكاش قبل ما ابدأ، وزين الدين زيدان طبعا، كرويف وزيكو، لاعبين كتير جيدين جدا، روماريو. لكن اعتقد ان عايز اشكر ربنا لان دي كانت هديه منه اني ابدا العب. وبعد كده والدي كان دايما بيقول لي لما كنت صغير اسمع، يعني انك تلعب لعبك ده طبعا هديه من ربنا. يعني دلوقتي انت تكون لاعب بقى جيد، لازم تتدرب، لازم تجهز نفسك، لازم تحترم الناس، وبعد كده هتبقى لاعب جيد. ده اللي انا حاولت اعمله طول حياتي، عمري ما قلت لا انا افضل واحد، انا كويس دايما، ما اتدرب كل مباراه كل تدريب اني فعلا اكون بشكل اظهر بشكل كويس. واعتقد انه لاعبين كتير النهارده مش بيفكروا بالشكل ده، بيعتقد الموضوع سهل بالنسبه لهم، لكن احنا عندنا لاعبين جيدين، عندنا لاعبين رائعين. كره القدم داخل الملعب تقريبا هي تغيرت شوية من التوقيت بتاعي حاليا، لكن حاليا في لاعبين ممتازين، وانا اشعر جيد ان اقول اللي انا بقوله ده دلوقتي، لان احنا عندنا كوكاكولا وبنشتغل مع الاطفال وبنحاول ان احنا نديهم افكار وامثله ان هم مش بس يبقوا اطفال، يعني اطفال رائعين، لكن يبقوا كمان لعيبه كوره كمان كويسين، ويبقوا يبقوا اشخاص جيدين كمان برضو، مش بس لعيبه كوره جيدين. ده اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله في الاطفال. بس هل تشعر انه لاعب هذا العصر، لاعب 2014، مختلف؟ شهره ممكن يكون لها بريق، الفلوس الكتيره، انتوا في ايامكم ما كانش اللاعب يعني بيتقاضى كل هذه الاموال، الشهره، بريق، الضوء، الاموال، كل ده ممكن يكون بريقه يخطفه من العمل الحقيقي، من التدريب، من يعني العمل من اجل ان يكون لاعب افضل. Yeah, but some players. بعض اللاعبين ما عندهمش حظ أحيانا. الموضوع شوية عن التوقيت اللي أنا كنت موجود فيه دلوقتي، لأنه في التوقيت اللي أنا كنت موجود فيه اللاعبين اللي أنا ذكرتهم حضرتك زي بيكن باور أو كرويف اللي أنا كلمتهم عليهم، دول لاعبين لعبوا 5 سنين أو 8 سنين أو 10 سنين. مثلا اخر اسم كبير كان زيدان، زيدان لعب 10 سنوات او 12 سنه كلاعب جيد، بيكن باور لعب 10 سنوات. دلوقتي اعتقد انه اللاعبين عندهم انهم يلعبوا مثلا سنه او سنتين جيدين وبعد كده بيختفوا، مش بيستمروا. ده الفرق الكبير. كره القدم دلوقتي بقت فيها تسويق وبقى فيها اتصالات وعلاقات، مش بشكل مش بدني بس، ده الفرق الرئيسي. ليه حضرتك بتقول انه اللاعب ممكن يقعد سنتين ثلاثه ثم يختفي؟ هل ده لانه بيتعرض للاصابه سريعا؟ هل لانه بيهتم بالبريق وبانه يتباع، ان الوكيل بتاعه مثلا يبيعه من نادي لنادي، وما بيهتمش بفكره ان هو ينمي مهاراته الكرويه؟ يس، تمام، مظبوط. واحده من المشاكل في وجهه نظري
هي ان اللاعب لا يبقى فتره طويله في فريقه، حتى لو لاعب جيد مثلا بيلعب في البرازيل، اللاعبين حاليا بيظهر سنه او سنتين وبعد كده عنده طبعا وكلاء وبينقلهم لاوروبا، ما بيستمروش لوقت طويل في فريق واحد. ده سبب. سبب اخر انه حاليا البطولات بقت اصعب من زمان، يعني بيلعبوا بشكل اكتر من زمان، وده سبب برضه. الكرة القدم النهارده اصعب، في الدفاع وشكل الدفاع بقى مختلف، ده سبب من الاسباب ان اللعيبه ما بتستمرش كتير. حاليا مثلا عندنا دلوقتي لاعبين ممتازين زي ميسي مثلا، ميسي اخر سنتين، دلوقتي عندنا رونالدو، لكن حتى ميسي اخر سنه كان عنده اصابات بعض الشيء، والسنه دي بيلعب لكن مش هو الافضل، رونالدو هو اللي بقى الافضل، لانه ميسي لعب رائع لكن جاله اصابات، لان كره القدم النهارده بقت اقوى في الدفاع. لكن هل بيليه يعتقد ان كريستيانو رونالدو فعلا هو احسن لاعب في العالم من وجهه نظرك بقى، مش من وجهه النظر الدوليه، يعني من وجهه نظر حضرتك انت شايف انه رونالدو هو افضل لاعب في العالم، ولا شايف ان ميسي ما زال يحتفظ؟ نعم، السنه دي اخر سنتين كان ما فيش شك هو الافضل. أنا أديته الجائزة بنفسي طبعا، الكرة الذهبية، لأنه هو يستحقها.